بعدك الدم ينسفر يا طه يا أول جار. من بعدك الدم ينسفر يا طه يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسهلا بكم في حلقة وتغطية خاصة حول ذكرى استشهاد الرسول الكريم محمد بن عبد الله. نستضيف في هذه التغطية الخاصة الدكتور والباحث الأكاديمي الدكتور ناظم العبادي، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. ابتداء نعز العالم الإسلامي والحوزة العلمية، وخاصة سماحة زعيم العراقي مقتدى الصدر بهذا المصاب الجلل، وأشكر قناة الشذرات على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالحقيقة دكتورنا الفاضل، رب سؤال يتبادر للذهن عندنا الحديث عن شخصية الرسول الكريم، من هو محمد ابن عبد الله؟ طبعا إذا نصور المشهد في الجزيرة العربية، الجزيرة العربية كانت حقيقة منطقة يمكن أن نطلق عليها المنطقة المستضعفة، باعتبار أنه كانت قبائل يراد لها أن تتنازع فيما بينها مفككة، ولم تكن هنالك نظام إداري متكامل عدا في مكة طبعا، كانوا يسيطرون عليه جماعة معينة، نظام قبلي، وطبعا كان هذا مخطط له من قبل الدول العظمى اللي كانت في ذلك الوقت، هم الروم والفرس، وفقط هم انشأوا دولة المناذرة والغساسنة في شمال الجزيرة باعتبار حتى تكون مصد لهذه القبائل، وكان الوضع هنالك بالحقيقة يعيش حالة نقدر نسميها من الاحتلال، لأن كانت حتى العملة اللي تستخدم ما كانت عندهم عملة، إنما كانوا يستخدمون العملة الدينار الرومي أو الدرهم الفارسي، وبالتالي كانت دولة المنطقة ميتة حضاريا، ميتة إداريا وسياسيا، وهذه طبعا يعني مما يثير العجب أنه يظهر شخص ويجعل لهذه المنطقة نظام ويجعل قيم ويجعل اخلاقيات ويرتقي بالمنطقة الى مستوى انه استطاعت انه هذه الأمة النهوض وادارة العالم فيما بعد. ولكن هناك بعض النظريات التي تخبرنا او نظريات التاريخية التي تقول ان العرب لم يكونوا متأخرين لدرجة كبيرة جدا. نعم كان هناك تخلف، كانت هناك جاهلية، لكن لم يكن بالذي المتبادل للذهن أنه يعني جاهلية 100%. الوضع الإداري بالحقيقة يعني كان مفقود تقريبا عدا في مكة، كانوا يسيطرون عليها جماعة يستخدمون، كانت هي مكة بحد ذاتها خلينا نقول على طريق التجارة، التجارة يعني على طريق التجارة من جنوب الجزيرة اليمن وغيرها إلى الشام، فكانت هذه فقط هي مركز تجارة ومركز عبادي، لم يكن لها أي أهمية، وكانت واقعة إذا صح التعبير تحت ثلاث قوة اللي هي بعدين يواجهها النبي طبعا، ثلاثة قوة. القوة الأولى خلينا نسميها سلطة الحجر اللي هي كانت الوثنية بالحقيقة، وكانت يعني تفرض سيطرة الحجر على البشر، كانت الأصنام هي الحاكمة في الوضع الاجتماعي. السلطة الثانية سلطة المال اللي كانت هم بالحقيقة يستخدمها اليهود لفرض هيمنتهم وسيطرتهم على
القبائل العربية، والسلطة الثالثة هي السلطة العسكرية، سلطة الروم وسلطة الفرس اللي كانت تفرض إرادتها على هذه القبائل. فما كان بالحقيقة لها أي قيمة، المنطقة ما كان لها أي قيمة حضارية، وكانت يعني أضعف منطقة. وظهر النبي حتى ظهوره كان بقيم أرقى من زمانه وأرقى من هذه اللي ما كانت الدولة، الدول العظمى في وقتها، دولة الروم ودولة الفرس. طرح قضايا وقيم إخلاقية، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالحقيقة بدأ ثورة ثقافية، ثورة قيم وثورة ثقافة وثورة فكر. لم يستخدم العنف ولم يستخدم إلا الأساليب السلمية، بالعكس العنف تم استخدامه من قبل الجهات الثلاثة اللي ذكرناها، القوى الثلاثة اللي كانت مهيمنة على المنطقة. فظهر بشخصيته المحبوبة وشخصيته المحترمة من قبل المجتمع. أضف إلى ذلك هو طرح قضايا فكرية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالحقيقة لم يستخدم المعجزات لفرض خلينا نقول مشروعه وقضيته، إنما استخدم القضايا الفكرية والقضايا الثقافية والقيم الأخلاقية. استخدم الأسلوب العقلي. أحسنتم، أسلوب العقلي. حتى الشباب اللي هم أغلبهم كانوا شباب اللي تمحوروا حوله، كان الأفكار والأطروحات اللي طرحها أطروحات إنسانية يعني حضارية، جذبت أصحاب العقول واللي كانوا يتطلعون إلى التخلص. بالمناسبة يعني بما أنه الحديث حول شخصية النبي، هناك اتهامات أنه مثلا النبي البعض يحاولون يصوروه، للأسف هذه الصورة موجودة حتى في أذهان بعض المسلمين، أنهم النبي هو شخص أو شخص حرب وشخص سفك دماء وشخص نساء وذبح وما شابه. هذه طبعا هسه ان شاء الله نتطرق لاحقا من انشأ هذه الصورة ولماذا ولماذا ترسخت. دكتورنا يعني ايضا ضمن هذا المحور المهم، انه لماذا اختار الله سبحانه وتعالى العرب لحمل هذه الرسالة، علما انه باقي الامم ان صح التعبير او من خلال الدراسات كانت ربما متطورة اكثر فكريا علميا يعني اقتصاديا، ربما أمم مثل الفرس أو مثل اليهود، حتى أن اليهود كانت يعني إن صح التعبير دويلاتهم أو مماليكهم كانت أكثر تطورا من العرب. لماذا اختص الله سبحانه وتعالى العرب بهذه الرسالة واختارهم من أجل حمل الإسلام؟ هو يعني في الحكمة يقال إنه الله سبحانه وتعالى ينتصر بأضعف خلقه، فهم من البداية إحنا قلنا إنه هذه المنطقة والقبائل كان يراد لها أنت شنو أن تمارس القتال بينها وتمارس الاعتداء فيما بينها، مثل أوس والخزرج وغير القبائل. كانت بالحقيقة هو عرف الغزوات كان بصراحة عرفا هو المنتشر، إذا صح التعبير نسميه ثقافة الغزو وثقافة الاعتداء. كانت أولا المنطقة ميتة من الناحية الحضارية، كذلك مفككة إداريا وضعيفة بكل المستويات، بالمستوى الاقتصادي، بالمستوى السياسي، بالمستوى الثقافي، بالمستوى العلمي، كانت أضعف نقطة. وهنا الله سبحانه وتعالى ضمن المشروع الإلهي لمن يثبت قدرته يثبتها من خلال أضعف خلقه وأضعف منطقة. وكان النبي حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان أضعف الخلق في قومه، شخص يتيم يعني يتيم الأبوين، ويعني كان ضعيف من جميع من 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 الضعف الظاهرة أكيدا. أحسنتم. ولا هو واقعا هو أقوى. نعم، الضعف الظاهر والضعف المادي، كان المنطقة كانت أضعف منطقة والشخص كان أضعف شخص. ثم تحقق المشروع الإلهي والقدرة الإلهية والمعجزة الإلهية بأنه ينطلق هذا الشخص اليتيم والشخص الضعيف ويغير تاريخ البشرية بالحقيقة. يعني حتى الأديان، بالمناسبة حتى الأديان كانت تقريبا يعني تعالج الموت، يعني على مرحلة الموت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة لم يأتي بدين جديد فقط، إنما أحيا الأديان القديمة. يعني
هو أحيا حتى المسيحية وأحيا حتى اليهودية وأحيا الأحناف اللي كانوا موجودين في مكة، كانوا فئة قليلة من الأحناف اللي يرجعون لإبراهيم عليه السلام. فالنبي لم يأتي بدين يكمل، هو بالحقيقة ليس دين جديد، إنما هو مكمل، خلنا نقول نسخة جديدة من الدين، لكن هو أحيا الحراك الديني بشكل عام. يعني حتى كثير من الباحثين وكثير من المحللين يستندوا على النبي محمد وعلى القرآن الكريم في إثبات المسيحية ونبوة عيسى ونبوة موسى ونبوة وتاريخ إبراهيم عليه السلام. فالنبي بالحقيقة هنا انطلق ضمن هذا الضعف، وقلنا احنا باشر، ولكن هو ايضا يعني كذلك هو يعني ان صح التعبير انه هو من عائلة يعني مرموقة ومهمة وثرية ان صح التعبير، لذلك يعني يعتقد البعض انه الرسول صلى الله عليه واله وسلم لم يكن ضعيفا بتلك بذلك المستوى الذي ذكرتموه. بالحقيقة هاي الأضواء اللي سلطت على عائلته وعلى نسبه هذه بعد أن يعني برز كذا. لماذا دكتورنا العزيز يعني حياة الرسول قبل البعثة وكأنها مغيبة وكأنها غير موجودة في كتب التاريخ والباحثين؟ هو النبي مستهدف، يعني أول مستهدف كشخص يعني كثير من الشبهات، يعني شلون تعطل المشروع الإلهي وشلون تعطل المشروع المحمدي. المشروع المحمدي احنا قلنا من البداية وإلى اليوم يواجه ثلاث قوى. نعم. يعني النبي محمد خل شوي نوسع الفكرة بالحقيقة، يعني حتى المسلمين ينظرون إلى قدسية النبي بغض النظر على يعني من الناحية العاطفية ومن ناحية اتباع التقديس والعاطفة، دون التفكر فيما أنجزه النبي من ثورة قلنا ضد ثلاث قوى، اللي قوى الوثنية. هسه نجي شنو معناها قوى الوثنية؟ قوى الوثنية وقوة المال اللي هم كانت بيد اليهود ولا زالت اليوم موجودة. نعم. وقوة الاستكبار العسكري السياسي اللي مجسد كان بالذات بدولة الروم ودولة الفرس. والثورة هذه حقيقة لا زالت مستمرة، لأن القوى الثلاثة الموجودة الثلاثة اللي كانت لا زالت موجودة. أما القوى الوثنية، شنو هي القوى الوثنية؟ الحقيقة القوى الوثنية ماذا تريد؟ كانت تريد إذلال الإنسان، يعني هو الإنسان أكرم من الحجر. يعني شوف هذه هسه مثلا يجي واحد يقول لك يحكي بموضوع حقوق الإنسان ويوجه التهم لشخص الرسول الأكرم. النبي عليه الصلاة والسلام بالحقيقة الشيء الأهم اللي هو حقق أنه ثورة لأجل كرامة الإنسان. عندما كان الإنسان أكو شغلتين، أولا الإنسان كان يعني يسجد إلى الحجر، يسجد إلى ما هو أدنى منه، وقلت لك سلطة الحجر، وكانت الدولة خلينا نقول السلطة الموجودة سلطة الأصنام اللي موجودة، ويعتاش عليها بذاك الوقت القيادات والساسة الموجودين. اجى النبي عارضها، مسألة شنو؟ مسألة انه سجود الإنسان للحجر باعتبار انه يعيد للإنسان قيمته، باعتبار انه شنو؟ المشروع الإلهي كرم الإنسان، وهذا كل المشروع الإلهي والمشروع المحمدي هو بالحقيقة إنقاذ البشر، إنقاذ كرامة البشر من الخضوع والسجود إلى الأدنى اللي هو الجسد بالحجر. والشيء الآخر أيضا اللي كان الإنسان صور، هذه هم ما ذكر التاريخ شغلتين، أولا شغلة المسألة اللي أنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، مسألة تقديم الضحايا للأصنام. كان يقدم بشر ويذبح للأصنام، تقرب للأصنام. هذه يعني يوم من يحجون على مثلا أنه يحاولون يوصفون النبي على أنه رجل حرب ورجل دماء وكذا، من الذي أوقف هذا العمل؟ عمل شنو؟ عمل أنه ذبح الإنسان تقربا للحجر، من الذي أوقف؟ أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثم مسألة أنت مثلا تجي إلى حقوق المرأة، المرأة قبل النبي كانت تقتل، مسألة معروفة وشواهد تاريخية ما يقدر ينكره حتى المعاند والمتمرد على النبي، أنه ما يقدر ينكر مسألة قتل البنات وقتل النساء وإهانة النساء في قبل أن يظهر النبي الأكرم. أحسنتم.
نعم أحسنتم طبعا. دكتور حقيقة هذه السلطات الثلاث ربما لا زالت مستمرة لوقتنا الحاضر ولكن بصيغ كثيرة وعديدة وبأساليب جديدة. أخوان الأعزاء المشاهدين الكرام فاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المحطة الثانية من هذه التغطية الخاصة بذكرى استشهاد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأجدد الترحيب بالدكتور والباحث الأكاديمي الأستاذ ناظم العبادي. حقيقة دكتور، المتبادر كذلك إلى الذهن هو سؤال مهم: كيف ساهم المسلمون بالإساءة إلى رسولهم؟ أحسنت. طبعا الشيء الأساسي هو بالحقيقة عدم التمعن والتفكر في الأطروحة العادلة الكاملة اللي إجا بها النبي عليه الصلاة والسلام. بالحقيقة ممكن نوضح أنه الأفكار اللي إجي بها، منظومة الأفكار والقيم والإخلاقيات والمشروع اللي يخدم البشرية بالضبط اللي طرحها، كان إلى تأثيرين بعدين: بعد قريب وبعد مستقبلي. البعد القريب اللي هو بدأ طبعا مثل ما قلت لك انه النبي بدأ حقيقة للسنوات يشتغل سري بدعوة سرية، لأن ما يقدر يطرح أفكار في بشكل علني. بالضبط، كانت الأصنام هي يعني بمنزلة الآلهة وذات تقديس ويعني تحكم، والساسة اللي موجودين يردون هذا لتخضيع وتركيع القواعد الشعبية اللي موجودة بذاك الوقت للحفاظ على مصالحهم اللي هم مقسميها بيناتهم بضعة أشخاص. فالنبي من بدأ الثورة الثقافية أو طرح كان إلها تأثير قريب أو غالبا حول الشباب وحول الناس المنفتحين عقليا وعدهم وعي، فافتهموا واستوعبوا ماذا يريد النبي والتفوا حوله وضحوا بأنفسهم وأموالهم وهاجروا وكذا. هذا البعد القريب. احنا عندنا شنو؟ عندنا بعد آخر اللي هو مستقبلي، يعني ما كان يقدم النبي من قول ومن فعل ومن بث ثقافي بالحقيقة كان إلى هدفين، هو يعني باعتبار أنه مكلف ويشتغل باتجاهه، باتجاه الوقت الحاضر اللي يعيشه، قلنا يسموه التخطيط القريب، ويخطط للمستقبل. انطلقت الأفكار المستقبلية إلى يومنا هذا، تلقفتها العقول الواعية المنفتحة. يعني أنا أحكي لك قد يعني استوعب أطروحة النبي من خارج الأمة الإسلامية بشكل معمق أكثر مما استوعبوا المسلمين، لأن المسلمين تقريبا ارتبطوا بالنبي عاطفيا بدون أن يكون هناك تركيز على أطروحته وعلى أفكاره وعلى ثورته الثقافية. ليس بأغلب يعني بجملتهم، إنما جزء لم يفهم هذه الرسالة وجزء آخر ربما فهم الرسالة واستطاع أن ينقل هذه الرسالة جيلا بعد جيل. هو بالحقيقة هاي مشكلة، احنا هي بالحقيقة هاي اللي انفتحت على الثورة الثقافية المحمدية بالحقيقة نسبتها قليلة، لذلك الأمة اليوم تعاني. يعني انت مثل عندك موضوع الطائفية أو التفرقة يأشر على انه الأمة لم تستوعب ما أتى به للأسف، يعني أغلبها لم تستوعب ما أتى به النبي. لا. بل أجيب لك أن نقلك مثلا إلى ما استوعبه الآخرون من خارج الأمة. جميل. مثلا أسماء كبيرة وعظيمة، يعني مثلا أجيب لك موضوع يعني اسم تولستوي، هذا الحكيم الفيلسوف الكاتب العظيم الحقيقة مفكر، هذا يعني كله عقل وكله فكر، إنتاج أثر على البشرية، وقف منبهرا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، انفتح مع العلم هو ليس من أتباع النبي، إنما انفتح عقلي وقدم كتاب
على ما أذكر اسمه حكم محمد أشار بالضبط إلى أشياء دقيقة وعميقة في المشروع المحمدي وفي الأطروحة المحمدية وفي الثورة المحمدية الإنسانية، وحتى ركز على يمكن ركز على 64 حديث وانبهر بها. مثلا من ضمن الحديث اللي بهرته وشدته مثلا أنه ما معناه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا القيمة الإخلاق العظيم، أرحموا من في الأرض أرحمكم من في السماء، يعني هذا قيم، يعني هذه مفاهيم إنسانية، مفاهيم عامة إنسانية عظيمة. وأنت تصور شلون ترتقي بالإنسان وتخلي وتجرد عن ذاته وتجرد عن بعد المادي وانطلاقه إلى الخدمة الاجتماعية وإلى التغيير وإلى الإصلاح. هذا مثل تولستوي. مثلا في نفس الوقت عندك مثلا برنارد شو أيضا اندهش، وهذه عقليات مو هذه يعني فد جواهر ضمن البشرية، يعني عقول ليست هينة. زين عندك مثلا لامارتين الشاعر الفرنسي أيضا وقف يعني مندهشا وانبهر بما أو بحث وصفه النبي، قال أنه هو أعظم شخصية عرفتها البشرية. زين يعني على المستوى الدنيا وعلى المستوى الديني، حتى قارنوه ببقية الأنبياء اللي عليهم وعلى الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قارنوه ببقية أنه ما أتى به النبي أكثر، يعني خلينا نقول انفتاحا على البعد الواقعي وعلى البعد الدنيوي، بالرغم أنه هو يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. وطبعا أكو شخصيات مثل مفكر فرنسي غوستاف لوبون، هذه هي نظرة الآخر للإسلام. نعم هارت، أكو هذا يهودي مفكر يهودي هارت أيضا كتب عن النبي ووضع النبي من ضمن 100 شخصية من أعظم الشخصيات بالعالم. نرجع إلى الأمة الإسلامية، إحنا كأتباع النبي بالحقيقة طبعا عندنا حب وعندنا تقديس وعندنا عاطفة للنبي، لأنه يعني مثلا الواقع يأشر أمور سلبية، مثلا مسألة التفرقة ومسألة الطائفية والتفرقة حقيقة مهما كانت كثير أو قليل هي ضد المشروع المحمدي، ضد الأطروحة المحمدية، هي بالحقيقة من غير ما تشعر. وإن كان هذه بالحقيقة بسبب قلة يعني قلة التفكر بالمشروع المحمدي وقلة خلينا نقول قوسين نوع من السذاجة استخدمها الأعداء بحيث شنو وجهوها، واليوم بعض التهم والشاعات للأسف يرددها بعض المسلمين أو يتصورون. مثلا أكو تصور أنه النبي هو رجل غزوات وكذا، النبي لم يكن هكذا، إنما وين المشكلة؟ المشكلة أنه الصورة نقلت خلال النبي كل حكمه بالمدينة 10 سنوات، هو يعني وهم ما أخذ راحته بالحركة وبالتطبيق، هي 10 سنوات بالمدينة ما أخذ راحته حتى يبرز، لكن هو بالحقيقة قدم شيء رائع إنساني وحكم رشيد وحقوق إنسان. لكن اللي إجوا بعده اللي هم تقريبا 600 سنة خلينا نقول الحكم الأموي الحكم العباسي بدأوا يرسمون الصورة، والصورة الرسمية الحكومية طبعا تطغي باعتبار أنه هي المنهجية الثقافية والإعلامية بالضبط، فرسم الصورة هكذا يبررون غزواتهم ويبررون خلينا نقول تصرفاتهم الغريزية. فصوروا وقدموا النبي عليه الصلاة والسلام، قدموا عليه أنه شخصية حرب وشخصية غزو وشخصية نساء، كلها بالحقيقة هي كون الصورة مو واقعية أصلا مضادة لحقيقة النبي. ثم طبعا هذا ما استمر مو فقط 600 سنة، بعدين جاءوا العثمانيين استمروا على نفس النهج، الصفويين استمروا على نهج، وحل لحد اليوم هي احنا نشوف حتى هاي الأحزاب اللي تدعي انه أحزاب إسلامية تمارس نفس عمل بني أمية ونفس بني عباس، يشوهون باسم الإسلام، يشوهون الإسلام ويشوهون صورة النبي للحفاظ على مصالحهم و تمشي أمورهم السياسية. هل من الممكن أن تنطلق مبادرات للرد على هذه الإساءات؟ يعني إحنا مثلا الكثير من الأخوة انبهروا بفيلم محمد رسول الله، هذا الإنتاج الحديث،
وربما فيلم الرسالة وفيلم قديم يعني منذ أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، لا توجد هناك يعني نظرة للمسلمين أو للمؤسسات الإسلامية المؤسسات الدينية من أجل عرض حياة الرسول بطريقة حداثوية ومفيدة ومهمة للناس، مثلا أفلام وثائقية أو غيرها، لم نشاهد هكذا يعني مبادرات مهمة عدا هذه التي ذكرناها. سنت هي المباراة افترض تكون من قبل يعني المثقفين ومن قبل على مستوى شعبي، أما دائما هاتش مبادرات على المستوى الرسمي دائما تحرف وتخلط، يعني شلون يخلط السم بالعسل، تخلط بأهداف سياسية ف يعني شنو تحرف الفكرة أساسا، وبالتالي هم تحقق ربما ضرر أكثر من الفائدة. إلا أنه من ناحية احنا كأمة إسلامية الشيء العملي المفروض احنا نكون نتجاوز مرحلة التفرقة ونثقف باتجاه الوحدة والتوحيد، باعتبار اليوم احنا حتى نقدم نموذج للآخر الخارج الأمة هو اللي مراقب اليوم، أهم المراقب الخارجي أهم شيء عنده وتحفظ على الإسلام أنه يشوف الأمة تتقاتل فيما بينها، إذا يشوف الطائفية ويشوف التفرقة، وبذلك يوصل هو شنو هاي مغالطة أنه يوصل أنه هم ذولي دي يطبقون الأطروحة المحمدية الأطروحة العادلة الكاملة، وبالتالي هاي النتيجة، وبالحقيقة لم يحصل، إحنا بالعكس هذا كل اللي يحصل هو ضد الإسلام وضد الأطروحة اللي هو ابتعاد، وبالعكس هو تهديد يعني من الداخل. يعني الرسول يقول إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق، واليوم يقولون جئناكم بالذبح. هذا طبعا هذا شنو بالحقيقة ذولي خلينا نقول محسوبين على الإسلام، مدفوعين من المتمردين على الإسلام. يعني احنا عندنا المشكلة نوعين، عندنا متمرد وعندنا متعبد. عندنا المتعبد اللي هو ماشي بالدين دون تعقل ودون تفكر إلى العقيدة وإلى المفاهيم، هذا ما وجدنا عليه أبا بالضبط، هذا المشكلة، وهذا وين يسخر؟ يقع بيد المتمرد، هذا المتعبد الساذج يقع بيد وين؟ بتاع المتمرد على الإسلام اللي هو قلنا القوة الثلاثة اللي هي القوة الوثنية والقوة قوة الحجر وقوة المال وقوة السياسة أو العسكر، هذه القوة اللي اليوم كانت ولا زالت تحكم عالمنا، قوى الاستكبار اللي حقيقة هي تحس بالخطر وتشعر بالخطر من هذه المفاهيم المحمدية اللي تهدد مصالحها، لأن هي هذه تريد تثور الشعوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شيء الأساس اللي بدأ، وحتى يعني يكون واضح نتصور المشهد عندما ظهر النبي، ظهر ثائرا وظهر معارضا وقاد معارضة سرية، لأن كانت خطرة وممنوعة جدا، قادت لسنوات سنة، ثم بدا 10 سنوات معه الشباب يثقفون ضد من؟ يثقفون ضد الصنمية، يثقفون ضد العبودية اللي كانت سائدة، يثقفون ضد انتهاك حقوق النساء، حقوق المرأة، المرأة كانت تدفن، يثقفون ضد استباحة دماء الإنسان البريء اللي كان يذبح ويقدم أضحية إلى الحجر. هذه الثورة بدأت 10 سنوات وقدموا، شوف حتى هم يعني اتباع النبي يشوفون التضحيات اللي قدموها الذين ثاروا، الشباب الذين ثاروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قدموا حقيقة كل شيء، قدموا أموالهم، قدموا أنفسهم، وأغلبهم عذب وقتل، اللي قتل والده واللي قتل والدته، ثم طردوا وهجروا من مكة، ثم رغم هذا طيلة هاي الفترة هم في حالة الدفاع عن النفس. يعني سنتم. حتى مسألة الحروب حروب دفاعية وكانت يعني كان النبي هو مجرد يريد يحافظ على هالمجموعة اللي تحمل هاي الفكرة. حسنتم دكتور، شكرا جزيلا، وأحبتي المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى.
ينسفين يا طه يا أول جارين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة بمناسبة استشهاد الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأجدد الترحيب بالدكتور والباحث الأكاديمي الأستاذ ناظم العبادي. أهلا وسهلا، شكرا. بالحقيقة الحديث قادنا لمحور مهم ونقطة مهمة، وكأن النبي لغيرنا، هكذا عبر عنها السيد محمد صادق الصدر في أحد خطب الجمعة، أنه يتم الاحتفال بالرسول وبطريقة يعني لا لنقول عنها أنه أقل ما يقال أنه على استحياء يتم الاحتفال بهذه المناسبة، في حين نجد أن باقي المناسبات ربما التركيز الإعلامي وتركيز أكثر عليها، يعني مفارقة عجيبة غريبة. أحسنت. طبعا تغليب، خلينا نقول، أو تقديم الأهم على المهم. أنت عندك مهم وعندك أهم، وعندك محور للإسلام اللي هو محور الإسلام والقائد الأول للإسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي الإخلال بمعادلة الترتيب الإلهي. يعني إحنا اليوم إحنا من نجي نغير الترتيب الإلهي نعارض المشروع الإلهي. يعني أنت عندك ترتيب وضع الله سبحانه وتعالى ترتيب الطولي، فأنا من أجي أقدم الأهم على المهم. أنا طبعا المهم ما أغفل عنه، لكن لا أغفل الأهم، وبالتالي للأسف هو موجود في كل الأمة الإسلامية. للأسف تغليب العناوين الثانوية المذهبية والطائفية على العنوان الأساسي الأصلي الذي هو شنو هو ما هو الذي يجمعنا، هو الذي يجمعنا وهو ما يريده الله سبحانه وتعالى. يعني احنا عندنا مشتركات، عندنا النبي عليه الصلاة والسلام، عندنا القبلة، عندنا القرآن، هن ذني المشتركات يفترض يكون عليها التركيز. أي إخلال خاصة بالوقت الحاضر بالحقيقة هو ماذا؟ هو كأنك أنت تكون مع عدوك ضد نفسك. يعني اليوم المسلمين الإخلال بهذه المعادلة الإلهية اللي قدمت هذه الأولويات، كأنه تشارك في المخططات، في تنفيذ مخططات، تشارك صح عن سذاجة وعن عدم علم، لكن أي إخلال بالترتيب الذي وضع الله سبحانه وتعالى وبما يخدم المشروع الإلهي، كأنه أنت لا تتوقع طبعا أجر وثواب إذا شاركت في موضوع التفرقة وتفكيك الوحدة الإسلامية بكثير أو بقليل، لا تتوقع أجر وثواب، بل قد تكون من أعداء النبي من حيث لا، يعني يكون شخص من أعداء النبي من حيث لا يعلم. فيفترض الهدف الأساسي والمحور الحراك والهدف الأساسي هو أنه الاجتماع حول المشتركات وتوحيد الأمة، وهذا كله طبعا وين يصب بعدين؟ أنت يعني هي النبي والرسالة وأهل البيت عليه السلام وكل المذاهب، هي بالحقيقة هذه مراحل لخطوة أبعد، وهي المشروع الإلهي والثورة العالمية الكبرى اللي زيحة السلطات الثلاثة اللي ذكرناها، سلطة الحجر وسلطة المال وسلطة العسكر. هذه السلطات يعني المشروع الإلهي لم ينتهي بعد، احنا قد اليوم في بداية المشروع. المشروع الإلهي يريد ينقذ البشرية، النبي عليه الصلاة والسلام تخطيط العام للبشرية، احسنتم، لتربية الكون البشرية، يريد ينقذ البشرية من 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 استعباد البشر للبشر، ومن استعباد الحجر للبشر، ومن استعباد المال للبشر. هذا المشروع احنا الان في بدايته، ويفترض نساهم في انه شنو لا يتوقف او يتاخر المشروع. يفترض نركز على موضوع النبي عليه الصلاه والسلام، وعلى موضوع الوحده الاسلاميه، وعلى موضوع المشتركات الاسلاميه، ونبث الفكر المحمدي الاصيل، فكر الاعتدال والوسطية. بالضبط، الوسط هو اجي يعني تحية الإسلام، السلام عليكم. النبي عليه وعلى الصلاة والسلام رجل سلم وسلام وحقوق إنسان. هاي أنت أرجع إلى بدايته. هسه أكو من يحاول طبعا، شلون يحاول يشوه ويلتاف، وهذه شبهات للأسف تعبر على بعض من الأمة بسبب أنه شنو، بسبب حقيقة انتشار الجهل ووجود السذاجة وكذا. مثلا أكو بعض الشبهات تقول أنه هكذا، أنه النبي كان في مكة شيء وفي المدينة شيء آخر. لا، هو المشروع الإلهي مستمر، مشروع الإلهي مستمر. النبي بدأ بثورة ثقافية، ثورة قيم، ثورة أخلاق، يريد يستنقذ البشر، واضطر للهجرة المدينة، وبالمدينة بالعكس أسس ما هو بعد أكثر
من أوجد جاء للمدينة بالحقيقة حقق نظام إنساني يعني بشواهد كثيرة تدلل عليه، وبالرغم من الحروب والاعتداءات اللي كانت تريد تنفيه، وكانت مرحلة يعني هي مو النبي كان هو يصنع الحروب، إنما كان يدافع لأن القوى الثلاثة اجتمعت على إفناءه وإنهاءه. نعم هما طبعا. إذن هل يمكن أن يعني نقرأ السيرة النبوية بقراءة معاصرة مختلفة؟ كيف يمكن لنا أن يعني نقرأ هذه السيرة بطريقة ونقدمها للآخر بطريقة أخرى؟ هذا دور طبعا الشباب والمثقفين كافة، يعني يكونون يحسون مسؤوليتهم تجاه الخطر اللي يتهدد هذه منظومة القيم. منظومة القيم المحمدية هي حقيقة منظومة لصالح البشرية، مو يعني لا اجت لجهة معينة ولا لعنصر معين ولا لقوم معينة. مستقبل البشرية بالحقيقة كله يتعلق بمستقبل المشروع المحمدي. يعني اليوم احنا في مرحلة من مراحل المشروع الإلهي المحمدي، وجاي نشوف اليوم احنا الظلم، ونشوف يعني انت عندك الاعتداءات اللي جاي تصير. احنا كعراقيين تعرضنا لكثير من الظلم والحروب وما عندنا ذنب، يعني احنا الحروب اللي صارت كلها واللي دفعنا ولحد اليوم والمؤامرات والتخطيطات لتقسيم الشعب ولتقسيم البلد، هو احنا ضحية من؟ ضحية هذه القوة حقيقة تستشعر الخطر تجاه المشروع الإلهي وتجاه المشروع المحمدي، متجسد المشروع المحمدي. ولذلك يفترض أن نكون على مستوى المسؤولية، نخرج من شنو؟ نخرج من اهتماماتنا الشخصية واهتمام بعض الاهتمامات المتدنية، وخاصة تلك التي أتت مع الغزو الثقافي الخارجي إن واليوم احنا في عصر التواصل، وكل مثقف كل كاتب كل شاب حقيقة يعني يشعر بالمسؤولية تجاه مواجهة هذا الاستهداف للنبي لشخص النبي وللأطروحة العادلة. أحسنتم. كيف نستفاد من العبر والدروس المستوحاة من حياة الرسول بعد 1400 سنة تقريبا؟ طبعا أولا النبي عليه الصلاة والسلام كشخصية ثورية، يعني هسه مثلا حتى نجيب الشيء يعني بالشيء يذكر، مثلا بعض احنا عندنا شبابنا ومثقفين مثلا متأثر بشخصيات خارجية، وحتى ذيك الشخصيات الخارجية مثلا ذات طابع مثلا عسكري، مثلا على سبيل المثال يعني احنا انا بالنسبة لي يعني احترم شخصية جيفارا واكن لها يعني الحب واتعاطف معها، نعم، لكن انا عندي ما هو افضل. طبعا انا ما عندي ما هو افضل، يعني موضوع اذا نجي نحكي على التسامح وعلى الثوره الفكريه وعلى حقوق الانسان وعلى ما يحفظ للبشريه مستقبلها بعيدا عن اي اتجاه. ليش ما نركز على هذه المباحث اللي ذكرتها، المباحث الاخلاقيه والفكريه في حياه الرسول، ويتم التركيز على وحتى كتب السير والموجوده يعني بين موجوده بين ايدينا انه هي دائما ما تركز على سير الغزوات وربما الامور التي هي بعيده عن الجانب الاخلاقي والثقافي. كان التركيز على موضوع كتب صدرت في زمن العباسيين، وقلت لك هاي 600 واستمرت حتى بالعثمانيين صفن، مثلا الكتب يسموها المغازي، كتب المغازي. أحسنت. وكأنه الغزوات هي المحور. النبي هذا الموضوع، النبي هو رجل يعني أرحم من في الأرض يرحمكم في السماء، في السماء رجل إجل إنقاذ البشر، يعني ما عنده. حتى هذا الموضوع اللي كان إنه موضوع دفاع عن البشرية، يعني الأصل في دفاعه هو بالمناسبة. طبعا أنا بحثت وتأكدت إنه النبي لم يقتل شخص واحد، حتى إنه هاي أكو تصور. يعني اليوم مثلا شوف إحنا عشنا في عصر داعش وكذا، في عصر داعش يصورون النبي كشخصية قتال وجهاد وكذا، وكأنه هو يروح يتعشى مع النبي إذا قتل. لا، النبي لم يقتل شخص بيده، النبي إجا رحمة للعالمين، رحمة للإنسانية، ينقذ البشر. والمشروع الإلهي بالحقيقة هو مشروع اللي النبي يقوده، هو يريد يستنقذ البشرية من
خلينا نقول القيود التي تمنحها من التكامل وينطلق بها وين ينطلق بها إلى أعلى درجات التكامل. إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان والبشر هي التي شنو هي التي تخلف الله في الكون وتدير الكون. هذا بالحقيقة مباحث عظيمة ممكن للمشاهد أنه يطلع عليها في كتاب اليوم الموعود للسيد الشهيد الصادر الجزء الرابع من الموسوعة. وهذه بالحقيقة أنا قلت وأكرر أنه أرقى ما توصل إليه الإنتاج الإسلامي. يعني بالحقيقة أزاح الغبار عن حقيقة المشروع الإلهي وعن المشروع الأطروحة العادلة الكاملة التي جاء بها النبي. وأي اليوم قدم أطروحة جديدة اسمها التخطيط الإلهي العام للبشرية. أحسنت. أي إنسان اليوم منصف وأي باحث يطلع هذا الكتاب راح يكتشف أشياء ويصير له صورة حتى على أهداف المشروع الإلهي. شنو الأهداف المشروع الإلهي؟ المشروع الإلهي اللي هادف إلى تكامل البشرية وتخليصها من الظلم وينطلق الإنسان في عقل الانفتاح على معرفة الله وبالتالي ينفتح له حتى الغيب. يعني ينفتح إنسان في مراحل التكامل المتقدمة المستقبلية القادمة تنفتح له أبواب الغيب بسبب معرفته إلى الله وبسبب وصوله إلى مراتب عليا. هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى ما يريده النبي وتريده الشريعة الإلهية. كلمة أخيرة دكتورنا العزيز. والله أولا إحنا الشكر إلى قناتكم أنه أحيت ذكرى أعظم إنسان في تاريخ البشرية وفي البشرية. وثانيا الشكر لكل من يساهم في بث كلمة الوحدة والتسامح والسلام وخاصة سماحة الزعيم العراقي السيد مقتدى الصادر والعلماء الآخرين من الأزهر مثل الشيخ أحمد الطيب وغيرهم جزاهم الله خير. والشكر لهم من هذا المنبر. وكذلك هذا الواجب يقع على كل فرد يقول أنا تابع ومحب لي ومتعاطف مع النبي الأكرم أنه يكون هو قدوة وشعلة للوحدة الإسلامية ولنشر السلام والتسامح بين البشرية بعيدا عن التفرقة. التفرقة بالحقيقة لها أهداف سياسية وأهداف استكبارية. أحسنتم. شكرا جزيلا. وشكرا جزيلا لمتابعينا الكرام. ونلتقيكم إن شاء الله في مناسبة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا طه